وينضم لنا من الجزائر العاصمة مراسل الغد حسان جزائري. حسان، إذا هذه الندوة التي تعقدها الكونفدرالية، من سيحضرها وما أهدافها؟ شكرا. هذه الندوة هي نتيجة لقاء تم من قبل لقوى فعاليات المجتمع المدني، حيث كانت أغلبها هي عبارة عن نقابات وجمعيات في المجتمع المدني، اتفقت على توسيع دائرة المبادرة للم مختلف الأطياف السياسية وكذا الشخصيات الوطنية، والبحث عن مبادرة حوار تكون مستقلة بعيدة عن السلطة. هذا هو المسعى الذي يقولونه، حتى أن هذه المبادرة نالت تزكية أغلب الشخصيات التي دعتها هيئة الحوار والوساطة ورفضت الالتحاق بها، مثل أحمد طالب الإبراهيمي وزير الخارجية الأسبق الذي لن يحضر اليوم لظروف صحية، لكن أيد هذا المسعى وبعث برسالة سيتم قراءتها عند افتتاح أشغال هذا اللقاء. كما تم حضور عبد العزيز رحابي وزير الخارجية الأسبق وكذا وزير الاتصال الأسبق، كذلك عدد من الشخصيات الحزبية من مختلف التيارات والإيديولوجيات، حيث أن القائمين على هذا اللقاء يقولون على يجب أن يذوب المذهب الحزبي والإيديولوجي أمام المصلحة العليا للوطن، لأن الوضع الراهن لا يحتمل التأخير ويجب إيجاد مخرج للأزمة الراهنة في البلاد. شكرا جزيلا لك من الجزائر العاصمة مراسل الغد حسان جزائري.